السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الشرح الجديد على قناة فري لايف. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بشرح تطبيق جديد وصادق لربح المال من الإنترنت. يعطيك التطبيق 2 دولار فورا عند التسجيل. سارع واستغل بداية التطبيق واسحب منه مبالغ مهمة كل يوم. كما تعلم إخواني أخواتي، جميع التطبيقات تدفع في بدايتها الآن قبل فوات الأول. حمل التطبيق، الرابط أسفل الفيديو. لنبدأ في الشرح على بركة الله. ضغط على الرابط أسفل الفيديو ثم ندخل إلى بلاي ستور، نقوم بتثبيت البرنامج. هذه هي واجهة البرنامج كما ترون، هذا هو التطبيق، أيقونات البرنامج. صد موبيل، نقوم بالضغط عليه ثم نقوم بالدخول إلى التطبيق. كما ترى أخي الكريم، فورا عند الدخول إلى التطبيق يعطيك 2 دولار. تقوم بالضغط على ستارت ناو ثم تأخذ 2 دولار كبونيس في بداية التسجيل. كما ترى هنا أخي الكريم، يعطيك 200 كوين، ما يعادل 2 دولار، كل 100 كوين بدولار واحد. تذهب إلى هذا المكان، تقوم بالضغط على كوبي لينك ثم تقوم بمشاركة هذا اللينك مع الأصدقاء والأقارب، وتقوم بأخذ 0.30 دولار على كل شخص تسجل من خلال رابطك. لنرجع إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق، هنا نضغط على مي ثم الحساب الخاص بنا وجميع المعلومات. كما ترى هنا لدينا في هذا التطبيق طريقتين للربح. الطريقة الأولى هو أنك تقوم بمشاركة الرابط الخاص بك مع الأصدقاء ويقومون بالتسجيل من خلالك وتربح على كل شخص 0.30 كما قلنا سابقا إخواني الكرام. عندما تصل 100 نقطة أو 500 كوين هنا كما ترى، هذه أهداها للموقع فورا عند التسجيل. حيثما تصل إلى 500 نقطة هنا سيكون لديك 5 دولار، تقوم بالضغط على ريديم وتنبثق لك هذه النافذة، ثم تقوم بكتابة اسمك هنا في النيم والإيميل الخاص بباي بال، ثم تقوم بالضغط على أوكي وتقوم بسحب مالك أخي الكريم. أما بالنسبة للطريقة الثانية لربح من هذا الموقع هي عن طريق كوين توب أب. نقوم بالضغط على هذا الخيار ثم تنبثق لنا هذه كما ترى أخي الكريم، هنا التطبيق في هذا الاختيار يعطيك أن تستثمر أموالك هنا. كما ترى، إن اشتريت 399 كوين ب3.99 دولار، الموقع يهديك زائد 40 كوين، 40 كوين ما يعادل 0.40 سنت. كما ترى هنا أخي الكريم، إن قمت بشراء 599 كوين ب5.99 دولار، الموقع يهديك 180 كوين، 180 كوين تعادل 1.80 دولار. انظر أخي الكريم هنا، إن قمت باستثمار 11.99 دولار ستقوم بشراء 1199 كوين، ثم الموقع سيهديك 600 كوين، أي أنك ستربح 6 دولار من خلال 11 دولار. هذه هي الطريقة الثانية لربح من هذا الموقع. طريقة التسجيل في الموقع بسيطة جدا، هو أنك تقوم بالضغط على الريجستر، أن تقوم بالتسجيل عن طريق الإيميل أو عن طريق الفيسبوك. التطبيق عامة عبارة عن كتب وقصص خيالية وقصص في الخيال العلمي وما إلى غير ذلك. تستطيع أن تقوم بالتصفح وقراءة الكتب كما ترى هنا عدة كتب، وإن أردت أن تبحث عن شيء معين تقوم بالضغط على ديسكفر ثم تقوم بكتابة ما تبحث عليه في السيرش. كما ترى هنا يعطيك عدة أشياء جميلة جدا تستطيع أن تقرأها بنفسك. انظر أخي، عدة قصص وكتب
مجانية تستطيع قراءتها والاستفادة منها. لنقوم بالذهاب إلى مي لأريكم كيفية الاستثمار في هذا الموقع. نقوم بالضغط على كوين توب أب، ثم نقوم بالضغط على هذا الخيار. مثلا نود استثمار 3.99 دولار، نقوم بالضغط على هذا الاختيار، ثم تنمى عليك هذه طرق الدفع عن طريق جوجل بي أو عن طريق باي بال. نقوم بالضغط على باي بال، تسجيل الدخول من جديد، نقوم بكتابة الإيميل الخاص بك هنا والباسورد، ثم تقوم باللوغين، تقوم بشحن حسابك على التطبيق، وتستطيع الاستثمار والربح من هذه الطريقة. ويستطيع التطبيق خصم منك 3.99 دولار، ويعطيك 399 كوين، ويزيدك على ذلك السائد 40 كوين، وتستطيع سحبها بعد ذلك وتقوم بربح 40 سنت، أي أنك استثمرت 3 دولار وحصلت على 40 سنت. هنا الريكورد، يعني جميع الاستثمارات التي قمت بها كما ترون. رابط التطبيق أسفل الفيديو أو في أول تعليق، ستقوم بالضغط عليه وتذهب إلى بلاي ستور مباشرة، وتقوم بتنزيل التطبيق، ثم تقوم بالتسجيل عليه عن طريق جوجل أو الفيسبوك. قم بالتسجيل عن طريق جوجل، ثم ستأخذ 2 دولار، وقم بمشاركة التطبيق رابطك مع 10 أصدقائك، وستستطيع سحب 5 دولار. أخي الكريم، إلى هنا استودعكم الله الذي لا تنتهي ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.